الأعشاب اللي كيتمشاو في هذا الوقت ديال البرد مثلا بحال حب رشاد، بحال الحلبة، بحال السانوج، بحال سميتو الزعتر، بحال الكروية، بحال هادو مثلا بالنسبه للقطنيات مثلا بحال العدس، بحال اللوبيا، بحال الفول، بحال الحمص. هادو القطاني اللي كيسخان وكيستعملوا بزاف في سميتو. بالنسبه للاعشاب مثلا بحال كاين مثلا الكرويه، الكمون الصوفي والكمون العادي، الزعتر، لويزه، هادو كلهم اعشاب اللي كيستعملوا مثلا في الوقت ديال البرد. في الوقت سميتو بحال مثلا ثاني كاين اللي كيديو الحبوب اللي كدير مثلا بحال حبوب الشيا، بحال سميتو السانوج، بحال الحبوب اللي كيديروا في الخبز، بحال كيتخلطوا هادو كيتخلطوا مع الخبز مثلا، بحال منهم حبوب الشيا، منهم زريعة الكتان، منهم سميتو كيديروا في الخبز، وكيديروا اللي كيديروا في الحليب مثلا هما بحال كما قلنا حب رشاد والحلبة وداكشي كيديروا هادوك سميتو. عاد نوع انواع اخرين مثلا اللي كيديروا في الطبخ مثلا بحال المساخن، بحال بتيبساقه قلا سميتو، هادو كيديروا في المساخن اللي كيدير بهم مثلا الرفيسه، ولا كيديروا بهم الدجاج، ولا كيديروهم غير بحال كوك بحكوك في البلول وكيشربوهم وداكشي. الويزه دابا كتجي من بني ملال او مراكش، هادو جوج المناطق اللي كدير فيهم اللي كتنوض فيهم الويزه بكثره وكتصدر حتى لبرا وسميتو داكشي. الويزه بالنسبه للطريه كتكون باقا خضراء، ما كيكونش قيسها الماء باش كيحيط، الا قاسها هي غير شي شويه ديال النده ولا الطل كتكحل، كتولي كديك الورقه ديالها كتكحل، ما كتبقاش الورقه ديالها خضراء. هذا هو النوع ديال السويته. وفيها جوج الانواع، فيها مثلا ديال بني ملال وداكشي كتكون الورقه ديالها طويله، وداكشي النوع ديال مراكش كتكون الورقه ديالها صغيره ومبرومه. بالنسبه للبرد بالاكثريه هي بالنسبه للعيالات، بالنسبه للنساء مثلا حيت كيكون عندهم واحد ديك الدوره الشهريه كتمحن معها، كتمحن المراه مع البرد او على شكل هذا، كتستعمل اللي كيديو بزاف مثلا السلميه، الخزامه، هادو الزعرور، هادو كيداروا بالنسبه اللي كيتشربوا كيتبخوا كيشربوا كيشربوا من المراه، القرفه، خدنجال، هادو كيحيدوا داك الالم ديال العاده الشهريه، كيهبطوا الدم في ساعة، ما كتبقاش داك الوجع ديال العاده الشهريه. وبالاخص دابا في البرد المراه كتمحن في العاده الشهريه ديال اللي في البرد كتجيها بواحد الوجع وبواحد سميتو كثيره. وهذا هو اللي كيديروا هذوك المسائل قبل ما كتوصل، ملي كتقرب الوقت ديال العاده الشهريه عند المراه كتستعملها بيوم او بيومين باش تخوي لي هذاك الخبات في اقرب 3 ايام او 4 ايام صافي كتخوي.